الشغل هلا صار مرتبط فيكم انتوا الاثنين وبس، والعمل موزع بيناتكم. ملف المخدرات راح يكون باستلام رنا، والملف الاساسي والاهم راح يكون باستلامك، وبنفس الوقت انت مشرف على عمل رنا. بالنسبه لشغلي راح يكون حسب الاتفاق يا اخا؟ اكيد، لانه شغلك اساسي، وبسبب شغلك نحن موجودين بالمنطقه. موضوع المخدرات موضوع كتير ثانوي، وتجارتنا فيه ليست ربحيه على الاطلاق. وبتحب الشغل يكون مثل وقت ليليان؟ ابدا، بتقطعي كل علاقه مع اي شخص كان له علاقه بليليان. بامرك يا اخ. في اي خبر عن عرفان؟ اختفى من ليله الحادث. بكل الاحوال انتبه منيح، واذا بالامكان تغير مكان سكنك بيكون احسن. ايه بس انا ما اجتمعت مع عرفان من مره. الحذر واجب. تؤمر يا هارون.